هذه نفس نغمة ليش الاتحاد يلعب معنا كويس ها؟ كل الأندية تسوي سود على النصر. طيب إجابة سريعة أبغى، ماذا يحتاج النصر؟ أنا أقول لك شيء، مباراة النصر والاتفاق ترى النصر ما كان بطال، ترى كان متسيد المباراة وكان أفضل للأمانة. الفريق الاتفاق مدرب الاتفاق في الأدان لعب على 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 إمكانات فريقه ولعب التحفظ الدفاعي وقفل الملعب، لكن إيش الخطأ اللي في النصر؟ وأنا كلام هذا قلته من زمان، النصر ترى عنده إمكانات لعيبة ممتازين، لكن المشكلة في الاختيارات، ما اختاروا الاحتياجات، اختاروا في كل مكان. وترى على فكرة شوف، يعني الناس اللي تتكلم على مسلي المعمر، ترى أبو عبد الله رجل واقعي وعاشق للنصر ومحب للنصر، ولكن لازم يكون هو صاحب القرار في النهاية، هو صاحب القرار. مين صاحب القرار في النصر؟ أنا أشوف أنه والدليل على أنه القرارات مختلفة، مثلاً أنسلمو النصر إيش يبغى أبوه؟ إيش يبغى أبو أنسلمو؟ عندك بيتروس بيأدي أدوار، والآن شوف جمهور النصر كله يقول لك جيبوا لنا بيتروس، زي ما صار في الفترة الماضية كانوا ماشيين بيتروس ورجعوا بيتروس ومشوا بيتروس الآن وجابوا أنسلمو. أنا قلت من زمان النصر يحتاج إلى حارس مرمى ومدافع، جابوا المدافع موري هذا اللي للأسف الشديد ما هو إضافة مرة، هذا عبء على نادي النصر للأمانة. عشان كده النصر حيعود، ترى خذ كلام مني، النصر حيعود وحيكون أقوى المنافسين على الدوري، خذها مني يعني بغض النظر عن نتيجة مباراة الاتفاق، ترى كان مباراة الاتفاق بالنسبة له ها صراحة ضاعت في لمحة بصر، والنصر ضيع أهداف كثير، ولكن في النهاية أقول لك النصر يجب أن يسترجع النصراويين ويعملوا من أجل مصلحة ناديهم. أنا أقول لك كلهم يبعدوا في مصلحة، لكن في بعض الأحيان الأمور لازم تحتاج إلى أنك أنت تأخذ القرار الصحيح. طيب في